احنا امبارح حباس ابن عمي واخي ايضا اخي في الرضاعه وابن عمي امبارح استشهد حباس ريان واليوم استشهد داود ريان. حسبنا الله ونعم الوكيل. ونحن نقول دائما لا بد من النهوض ولا بد من رد كيد الاعادي الى نحورهم ولا بد لشباب فلسطين ان تصأر لهذه الدماء ولهذه الارواح ولهؤلاء الشهداء. صار اليوم الجيش دخل البلد وداهم البلد على اثر الحادث اللي صار امبارح. بدهم يدخلوا بيت في الحاره عندنا في المنطقه. صار مواجهات عندنا على الشارع على باب البيت. الجيش طبعا كان باطلاق الرصاص، كان محم قوه، كان محم سيارات جيش، كان محم وحده كبيره علشان يجمعوا الشباب باب البيت. قاموا باطلاق النار على الشباب. انصاب هذا الشاب عندي، مشى لكاع البيت عندي ووقع في كاع الدار. طبعا الامبولانسات ما كانش في امبولانسات قريبه في الوقت هذا لانه كان في مواجهات. بعدها شافوا الجيش دخلوا فحصوه وبلغوا انه ميت، يعني انه مستشهد. قرر الجيش الاسرائيلي وقررت قوات الامن ان تقتحم القريه، فكانت كل اهالي القريه موجودين في الشوارع. عمليه اعدام رخيصه ومنحطه، وهي تندرج ضمن عمليات الاعدام المختلفه التي يمارسها الجيش الاسرائيلي بصفه رسميه، وتمارسها ايضا قطعان المستوطنين في الضفه الغربيه.